إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه وعلى آل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، خصلة ذميمة وصفة قبيحة وعمل مرذول وظاهرة اجتماعية انتشرت بين الناس مع الأسف، التقاة من الناس لا يواطنونها، وأهل الوفاء والنخوة لا يحبونها، بل إن الناس على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم وأعمارهم اتفقوا على كراهيتها. حتى الأطفال ما إن اكتشفوها إلا وقد شعروا بالخوف من صاحبها. هذه الخصلة أيها الأحبة هي من الخصال التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، بل الويل لمن واطنها وعاش ومات عليها، هالك من اتخذها نهجا في حياته. أعرفت ما هو أخي المبارك؟ إنه الكذب. الكذب ذلك الستار الذي يستر الحق، الكذب الذي يغير الحقائق ويدلس على الناس ويبعدهم عن الحقيقة. الكذب هو كلام مخالف للحقيقة، سواء كان مزاحا أو جد أو على غضب. الصدق والكذب طريقان متوازيان لا يلتقيان أبدا. طريق الصدق أيها الحبيب يأخذك إلى الجنة، وطريق الكذب يأخذك إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق هو نقيض الكذب، ولأنه نقيض الكذب جعل الله لأهل الصدق منازل عظيمة. أتعلم أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى جعل الأسبقية لأهل الصدق في أرفع الدرجات وأجلها؟ أتعلم أن الله سبحانه وتعالى قدم أهل الصدق على الصالحين من عباده؟ تخيل ذلك العبد الصالح الذي فرغ وقته وجهده عبادة لله تبارك وتعالى، كان الصادق أعلى منه درجة، بل إن الصادق عند الله تبارك وتعالى أعلى من الشهيد، أعلى من الشهيد في سبيله. من منا لا يتمنى الشهادة في سبيل الله؟ تخيل أن منزلة الصادق أعلى من منزلة الشهيد عند الله تبارك وتعالى، بل إن منزلة الصادق عند الله سبحانه وتعالى قد ارتفعت حتى وصلت إلى المرتبة التي تلي مرتبة الأنبياء عنده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن الصادق لمعتبر بين الناس في حياته ومماته، وهو موضع الثقة بينهم في أخباره ومعاملاته معهم، وفي موضع الثناء الحسن بينهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، مجالس الكذب والافتراء، تلك البيئة النتنة التي تصبح وتمسي على الكذب. كم هم من الذين ما إن يصبحون حتى يمسوا
إلا وقد كان لهم من مواقف الكذب ما امتلأت به صحائفهم في ذلك اليوم. كذب الزوج على زوجته وأبنائه، الكذب على الزملاء في العمل، الكذب فيما ينقل من أخبار، الكذب الجد والكذب الهزل. جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجزه له. أيها الأحبة، الكاذب مشهود عليه أنه من أصحاب النفاق، وهذه الشهادة ليست من شهادة أحد الناس، بل إن هذه الشهادة هي من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أهل الكذب هم أصحاب القلوب المريضة التي تعبث وتلهو بالمجتمع، وهذه الفئة من الناس أيها الإخوة توعدهم الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا عنهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بل منزلة هؤلاء قد تكون أخطر من ذلك وأبعد. قال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ما أقبح غاية الكذب، وما أسفل مرتبة الكاذب. الكذب يفضي إلى الفجور، وهو الميل والانحراف عن الصلاة السوي، ثم إلى النار والعياذ بالله. والكاذب أيها الأحبة مكتوب عند الله كذابا، وبئس الوصف لمن اتصف به، وإن الإنسان لينفر أن يقال له بين الناس يا كاذب، فكيف يرضى بأن يكتب عند خالقه كاذبا؟ إن الكاذب لمحذور في حياته أن لا يثق به، ولا في خبره، ولا في معاملاته مع الناس، وإنه لموضع الثناء القبيح في حياته ومن بعد وفاته. أي منزلة أو مكان يريد أن يتخذها الكاذب لنفسه، لا مكان له عند أهل التقوى، ولا عند أهل النخوة، ولا في عالم التجارة والأعمال، ولا حتى عند الثقات من الرجال، بل ولا حتى عند الأطفال ليس له مكانا. بل إن للكذب لم يكن له مكانا عند أهل الكفر في غالبية معاملاتهم. لقد كان الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم لا يسلكون طريق الكذب، ولا يتخذونه منهجا لحياتهم أو حتى لبلوغ مآربهم. هذا هو أبو سفيان قبل أن يسلم في ركب من قريش في تجارة إلى الشام. فلما سمع ذهب إلى الشام في تجارة، فلما سمع به هرق الملك الروم بعث إليهم ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويا لها من فرصة لأعداء النبي في ذلك الوقت. لكن انظر إلى أبو سفيان عندما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء لما أن يؤثر عني كذبا لكذبت عليه أو عنه. إذن ما منعه عن الكذب إلا أنها صفة، حتى الكافر، حتى الذي لا يؤمن بالله، حتى الملحد، فإنها صفة، فإنها فطرة الإنسان التي لا تقبل هذه الصفة الذميمة. هكذا أيها المؤمنون، الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم يترفعون عن الكذب، ويستحيون من أن يؤثر عليهم وينسب إليهم، فكيف بمن عرف الحق وآمن بالله؟ وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين الكامل الذي يأمر بالصدق ويرغب فيه ويبين لنا نتائجه وثمراته الطيبة، وينهانا عن الكذب ويحذرنا منه ويبين لنا نتائجه وثمراته الخبيثة. اللهم اجعلنا من أهل الصدق في أقوالهم، اللهم اجعلنا من أهل الصدق في أفعالهم، اللهم اجعلنا من أهل الصدق في نياتهم، ونعوذ بك من الكذب وأهل الكذب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحبة، فتش من حولك، ستجد مع الأسف أن الكذب قد ضرب في المجتمع بأسره. كذب داخل البيوت،
وكذب في المعاملات والأسواق، كذب في الصداقات فيما بينهم، كذب في الإعلام، كذب في نقل الحقائق. وإن الإسلام قد بيّن لنا خطورة الأمر، وأن هذه النصوص التي وردت عن الكذب هي نصوص لا جدال فيها ولا غبار، والأمر محسوم من عند الله تبارك وتعالى، والثمر ما بين الصدق والكذب هو إما الجنة أو النار. فلك أن تختار الطريق الذي تريد. والتهاون في الكذب لا يجوز جملة وتفصيلا، حتى المزاح والهزل أيها الأحبة لا يجوز في الكذب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث إسناده حسن: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. قالوا: إنك تداعبنا يا رسول الله. قال: إني لا أقول إلا حقا. بل حتى في التعامل مع الأطفال يجب أن يكون صدقا، ولا يجوز التعامل معهم إلا بالصدق، مهما كان الأمر فيه من المخارج المطلوبة في التعاملات مع الأطفال. وأن بعض الناس قد يكذب على الصبيان لأنهم لا يقدرون على مواجهة انتقاداتهم أو محاوراتهم في النقد من الذي يخرج أحيانا من الأطفال أو الانتقاد، ولكنه في الحقيقة قد بهذا الكذب قد أوقع نفسه وفتح عليه باب الكذب، بل وربى أبنائه على الكذب. في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عامر، أن أمه دعته فقالت: تعال أعطك شيئا، فقالت: تعال أعطك شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لولا لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. كم منا في تعاملاته مع الأطفال يقع في هذا المحظور: تعال أعطيك حاجة، ما عنده شيء. يتربى الطفل على هذا المنهج. عندما تجد فئة من الشباب يتعامل في الكذب في معاملاته، في عمله، حتى في الشهادة يزور، في التجارة يزور، في صدقه مع الناس لا يكون صادقا، وإن حاول أن يراوغ فتجده يجيد المراوغة. هي نتاج تربية ونتاج تراكمات. من منا جلس مع أبنائه ويربيهم على الصدق؟ والله الموضوع خطير يا أخوان، موضوع ما في مسح. يعني احنا نتكلم على مشاكل مجتمعية موجودة، عقود، مواثيق، شهود، مبالغ تدفع في تجارات، ثم تجد ذلك التاجر يراوغ ويحاول المراوغة والكذب قدر المستطاع، إلا من رحم ربي. هذه ليست نظرة سوداوية، إنما هذه مشكلة موجودة في مجتمعاتنا، ونحن نواجه فعلا مشكلة الكذب، لأننا أصبحنا نصطدم مع هذه المشكلات ونحاول أن نجد حلولا، لكن لا يوجد حل إلا في منهجنا، ولا يوجد حل إلا فيما قاله الله تبارك وتعالى وما ورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مما يقولون إلا صدقا، اللهم جنبنا الكذب، اللهم جنبنا الكذب، اللهم اجعلنا من أهل الصدق في أقوالهم ونياتهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والسلطان، اجعلنا من أهل الصدق في القول والعمل. اللهم اجعلنا من الصديقين الذين أنعمت عليهم. اللهم عنا على الصدق واجعلنا من أهله، ونعوذ بك من الكذب وأن نكون من أهله. اللهم يا الله، يا أكرم من سئل وأجود من أعطى، نسألك بأن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عنا بفضلك وجودك وإحسانك، اللهم تجاوز عنا، اللهم تقبل منا، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، تجاوز عنهم واغفر لهم. اللهم تقبل دعوتهم، يسر أمرهم، فرج همهم. اللهم ارحم الميتين منهم، اللهم افتح لهم من روحها وريحانها، اللهم مد لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم تجاوز عنهم وارفع من درجاتهم. اللهم فرج هم من كان في ضيق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا، يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا
ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وابعد عنا الغلا والوبا والربا والزنا، اللهم اجعل هذا بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم دم علينا الأمن والأمان والإيمان، اللهم اصلح ولاة أمورنا وقيد لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير والصلاح، اللهم وفقهم في كل ما تحبه وترضاه. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد.